رئيس مجلس العمد والمشايخ الشيخ سعد أبو شيتا العميري فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه أجمعين. السيد الوزير علاء أبو زيد محافظ مطروح، السيد اللواء مختار السباري مساعد وزير الداخلية ووزير أمن مطروح، المنصة الكريمة نواب مطروح الأفاضل، السادة الزملاء العمد والمشايخ وعوان وعواطل محافظة مطروح، نيابة عن السادة الزملاء العمد والمشايخ وعوان وعيال وعواطل وشباب محافظة مطروح، نرحب بالسيد ضيفنا الكريم قداسة البابا بطرس الثاني بابا الإسكندرية وقيادة الكرازة المرقصية. نرحب بكم في محافظة مطروح ونشكر تشريفكم وحضوركم لنا اليوم على أرض محافظة مطروح وبوابة مصر الغربية. نرسل رسالة إلى الشعب المصري بأجمعه بأننا نسيج واحد ونعيش على أرض واحدة ووطن واحد، ونرسل رسالة حب وسلام من على أرض هذه المحافظة التي أول من أرسل دواعم الحب والأخوة بعقد أول مصالحة وطنية بعد الثورة برعاية قائد هذا الإقليم سيادة الوزير المحافظ علاء فتحي أبو زيد، وإرسال أول مبادرة للمصالحة الوطنية بين الجيش والشعب والشرطة على أرض هذه المحافظة، كما تمت أول مبادرة بتسليم الأسلحة الغير مرخصة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.